اليوم رح أعطيكم وصفة سحرية بعطيها لكثير من المراجعين عندي. مكوناتها الكمون والقرفة والزنجبيل. من فوائد الكمون إنه مضاد التهابات، مضاد أكسدة، بيقيم النفخة وبينزل مستوى السكر بالدم، كمان بيساعدنا بتنزيل الوزن. القرفة إلها خصائص طبية كثيرة، منها برضو مضاد أكسدة، مضاد فيروسات وبكتيريا وفطريات، بتنزل مستويات السكر بالدم وبتساعدنا على نزول الوزن. أما الزنجبيل فبيساعدنا بنزول الوزن، بيقلل البكتيريا بالفم وبيساعد على تنزيل مستويات السكر والكوليسترول. وانتبهوا دائما لما أحكي مضاد أكسدة، هذا كتير مفيد للناس اللي بيأرجلوا وبيدخنوا كتير، عشان الدخان بيأكسد ودائما نحتاج لإشي مضاد لهاي الأكسدة اللي بيعملها الدخان. كمون حب وبطحنه، بضيف له القرفة، بحطهم بمي مغلية، بضيف لهم الزنجبيل، بحركهم منيح على نار هادية وبسكبهم.